لانه بو تشالنج بالنسبه لك انت نخرجوا من اطار نتاع البطوله من اطار الكاس ونمشي مباشره لاطار اللي هو اشمل وواجب وطني. كيفاش شفتها في الامبيونس بعد كوب دافريك تمشي لكاس العالم؟ والله قاعدين نحضروا تو بالباهي معناتها الناس كل تعرف القيمه وريسبونسابيليتي انك باش تلعب كوب دي موند، لازمنا نمشوا كوب دي موند باش نوصلوا لابعد ما نجموا لو ماكسيموم ونشرفوا تونس اول حاجه. اليوم ثم اسامي جديده بالنسبه لكم انتم، دخلت معكم المجموعه هذه، الادابتاسيون كيفاش، التاقلم كيفاش تشوفيه مع المجموعه والاطار الجديد؟ والله معناتها كجوارات معناتها الاكثريه يلعبوا سينيور معناتها في جمعياتهم، دونك لازمك تتاقلم مع اي انترينور اي ستاف اي افكتيف معناتها، واللي باش يجي يعاون ليكيب مرحبا به معناتها وندخلهم في الجو ما فماش حتى مشكل. حدث مع المدرب الجديد، كيفاش تشوف يعني الديسكور الجديد مع منتصر لوحي؟ موتيفاسيون كبيره معناتها قاعد يموتيفي فينا بالباهي، عنده اوبجيكتيف معناتها كبير يحب يوصل ابعد معناتها بالي في الكوب دي موند، ونحن لنا باش نطبقوا اللي هو يقوله لنا وبقدره ربي ما يصير كان خير. بالنسبه لك انت نحكي برشا على وائل الدربيري، نحكي على عائله الدربيري توا، حتى الروا رايين كيف كيف قاعد يقدم في مستوى كبير برشا الموسم هذا، نجم تكون الكونفوكاسيون والبارتيسيباسيون في ليكيب ناسيونال تنسي وائل الدربيري في المستوى المحلي ونشوفوا يولي يطمح في عوده الى الاراضي الاوروبيه والميادين الاوروبيه. والله تو معناتها مركز مع الاولمبي البيجي الحق، عندنا فينال كوب وبلاي اوف تستنى فينا، ماتشات كل كونتر جمعيات كبار وماتشات صعاب، واخر سيزون معناتها كان فما حكايه يسهل ربي وكذا.